السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، ونستكمل معا دروس الفصل الحادي عشر مع درس الأشكال الرباعية. ماذا سنتعلم في هذا الدرس؟ سنتعلم أن نصنف الأشكال الرباعية، سنتعرف خصائص الأشكال الرباعية، سنتعلم أيضا كيف نصف الأشكال الرباعية وفقا لخصائصها. في البداية، تصنيف الأشكال الرباعية، لابد أن نعلم في البداية يا أبطال أن الأشكال الرباعية هي يعني عائلة الأشكال الرباعية، وهم خمس أشكال، يعني لدينا خمس أشكال من الأشكال الرباعية، كل شكل له خصائصه التي تميزه عن الأشكال الأخرى. هنتوقف عند كل شكل ونتعرف على خصائصه بشكل مفصل. في البداية، أول شكل عندنا هو المستطيل. كلنا نعلم طبعا شكل المستطيل. المستطيل يعني يشبه غالبا المجلس اللي في البيت، يشبه أيضا ملعب كرة القدم. طيب إيه هي خصائص المستطيل؟ كل ضلعين متقابلين متطابقين، يعني الضلع هذا وهذا الضلع المقابل لي متطابقين. يعني إيه متطابقين؟ تعلمناها في الدرس السابق، يعني لهما نفس الطول. يعني لو هذا الضلع طوله 5، على طول هذا بيكون طوله 5 بدون ما أحسبها. طيب أيضا هذا الضلع بيطابق هذا الضلع المقابل لي، لو الضلع ده يا شباب طوله 3 سنتيمتر، هذا بيكون طوله 3 سنتيمتر. طيب كمان جميع زوايا قائمة، يعني الزوايا كلها قائمة كما نرى. تعلمنا أن هذا الرمز يعني إيه يا شباب؟ يعني زاوية قائمة قياسها كام؟ 90 درجة. الزوايا كلها الأربعة 90 درجة. طيب كل ضلعين متقابلين متوازيين، تعلمناها أيضا. يعني إيه ضلعين متوازيين؟ تعلمنا المستقيمين المتوازيين هما المستقيمان اللذان مهما امتد لا يتقاطعان. يعني هنا الضلع هذا بيوازي الضلع المقابل لي اللي هو ده، كذلك الضلع هذا أيضا يوازي هذا الضلع. طيب بعد ذلك المربع، كلنا نعرف شكل المربع طبعا. طيب إيه هي خصائص المربع؟ هو نفس المستطيل بالضبط يا شباب، يعني جميع زوايا قائمة كما نرى، أضلاعه المتقابلة متوازية، أو كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني هذا الضلع يوازي هذا الضلع وهذا الضلع أيضا يوازي هذا الضلع. طب إيه الاختلاف اللي بينهم؟ أيوة الاختلاف إن المربع جميع أضلاعه متطابقة، يعني الأضلاع كلها لها نفس الطول. يعني لو هذا 5 هذا بيكون 5، هذا 5 هذا 5، عكس المستطيل. لا المستطيل كل ضلعين متقابلين متطابقين، أما المربع بتكون جميع أضلاعه متطابقة. يمكن ده الاختلاف الوحيد بين المربع والمستطيل. بعد ذلك شكل ثالث وهو متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع يا شباب هو في الأصل مستطيل، يعني هو يشبه المستطيل تماما في كل خصائصه ما عدا خاصية واحدة فقط. يعني هنا كل ضلعين متقابلين متطابقين، يعني هذا الضلع يطابق هذا الضلع، هذا الضلع يطابق هذا الضلع المقابل لي، كذلك كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني هذا الضلع أيضا بيوازي هذا الضلع المقابل لي، كذلك هذا الضلع يوازي هذا الضلع الموازي لي. طب إيه الاختلاف؟ الاختلاف إن المستطيل جميع زوايا قائمة، لكن متوازي الأضلاع لا، زوايا يا حادة، يعني يا إما حادة زي كده وهذه الزاوية أيضا حادة، أو تكون زوايا منفرجة زي الزاوية هذه والزاوية هذه، يعني به زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. ده الاختلاف بين متوازي الأضلاع وبين المستطيل. بعد ذلك المعين. المعين يا شباب يشبه المربع، لكن برضو بينهم اختلاف. طيب ايه التشابه يا استاذ؟ التشابه ان المعين جميع اضلاعه متطابقه زي المربع بالضبط، كذلك كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني هذا الضلع يوازي هذا الضلع وهذا الضلع يوازي هذا الضلع. وقلنا ان جميع اضلاعه متطابقه، يعني لو هذا 6 بيكون هذا 6 وهذا 6 وهذا 6. طيب ايه الاختلاف بينه وبين المربع؟ ايضا ان المربع جميع زوايا قائمه، لكن المعين لا، المعين به زاويتان حادتان وزاويتان منفرجتان. الشكل الخامس والاخير عندنا يا شباب هو شبه المنحرف. شبه المنحرف يعني يمكن شكله مختلف شويه، بس هو له خاصيه واحده فقط. ايه هي الخاصيه دي يا استاذ؟ ان فيه ضلعان فقط متقابلان متوازيان، يعني الضلع لو لاحظنا شباب الشكل الاول، هذا الضلع يوازي هذا الضلع فقط، يعني ما هم متطابقان، لا ما هم متطابقان، حتى الضلعين الاخران لا هم متطابقان ولا هم متوازيان. طب يا استاذ في زاويه قائمه، ليس ضروريا ان يكون في زاويه قائمه، يعني ممكن تيجي زوايا كلها ما يكون في زاويه قائمه، ممكن تيجي زاويه واحده قائمه، ممكن تيجي زاويتين قائمتين، بس ما يكون اكثر من زاويتين. يعني الزوايا ليست شرطا في شبه المنحرف، او ليست من خصائص شبه المنحرف.
قلنا ان في شرط واحد بس او خاصيه واحده، ان في بيكون في ضلعين متقابلين متوازيين، كذلك هذا الشكل ايضا هذا الضلع بيوازي هذا الضلع. طيب تعالوا كده نذهب الى التمارين. صف الاضلاع التي تبدو متطابقه او متعامده او متوازيه في كل من الاشكال التاليه. تعلمنا يا شباب يعني ايه متطابقه، يعني اضلاع لها نفس الطول. طيب يعني ايه متعامده يا شباب؟ مين يذكر متعامده من الدرس السابق؟ لما اخذنا المستقيمان المتعامدان اللي هم بيعملوا ايه يا شباب؟ بيعملوا زاويه 90 درجه، هنا بيعملوا زاويه 90 درجه، دول المستقيمان المتعامدان. طيب او متوازيه او ضلعان متوازيان، يعني ايه متوازيان؟ يعني ضلعان متقابلان ومهما تبدا لا يتقاطع. طيب تعالوا مع الشكل الاول كده، هل هنا في اضلاع متطابقه؟ نعم، هذا الضلع بيطابق هذا الضلع، كذلك هذا الضلع حطي على علامتين بيطابق هذا الضلع المقابل ليه. اذا هنا كل ضلعين متقابلين متطابقين. طيب هل في اضلاع متعامده؟ لا. لو في زوايا 90 يا شباب، لو لقينا زوايا قائمه نعرف ان في تعامد، لكن هنا يا استاذ ما في زوايا قائمه، خلاص لا يوجد تعامد. طيب هل في اضلاع متوازيه؟ نعم، هذا الضلع هذا يا شباب الضلع نحط علامه السهم كده بيوازي هذا الضلع، كذلك الضلع ده ايضا حط هنا سهمين كده بيوازي الضلع المقابل ليه. تمام كده يا شباب؟ اذا هنا يا استاذ ما في تعامد لان ما في زوايا قائمه، في هنا كل ضلعين متقابلين متطابقين، كذلك ايضا كل ضلعين متقابلين متوازيين. طيب هنروح للشكل اللي بعده، هل هنا يا شباب اول حاجه في تطابق؟ نعم يا استاذ، الضلع هذا بيطابق الضلع المقابل ليه، كذلك الضلع هذا ايضا الضلع هذا بيطابق الضلع المقابل ليه، وكمان لو لاحظنا يا شباب لو ركزنا شويه هنلاقي الاضلاع كلها متطابقه. يعني لو لاحظنا لو ركزنا هنلاقي هذا الضلع يطابق هذا يطابق هذا يطابق هذا، يعني لهم نفس الطول. طيب اللي هو يا شباب يا مربع يا معين، طيب نحدد ايه اللي يحدد لنا هنا هو مربع ولا معين؟ ننظر الى الزوايا، هل في زوايا قائمه؟ يعني ما في تعامد، وبالتالي يكون هذا الشكل يا شباب معين. ليه يا استاذ معين؟ لان المعين بتكون جميع اضلاعه متطابقه لكن ما بيكون فيه زوايا قائمه، اما المربع بيكون جميع اضلاعه متطابقه ايضا لكن بتكون جميع زوايا قائمه. اذا يا شباب هنا جميع اضلاعه متطابقه، ما في تعامد، ليه ما في تعامد؟ لان ما في زوايا قائمه. طب هل في توازي؟ نعم يا استاذ في توازي. فين التوازي هنا يا شباب؟ ايضا كل ضلعين متقابلين متوازيين، يعني هذا الضلع بيوازي هذا الضلع، كذلك هذا الضلع بيوازي هذا الضلع المقابل ليه. طيب. نذهب إلى تمارين أخرى. أيضا صف الأضلاع التي تبدو متطابقة أو متعامدة أو متوازية في كل من الأشكال التالية. طيب هنا يا شباب في تطابق؟ نعم يا أستاذ، هذا الضلع بيطابق الضلع المقابل ليه، ليهم نفس الطول. كذلك هذا الضلع بيطابق هذا الضلع المقابل ليه. طيب هذا التطابق. طب التعامد، في تعامد؟ نعم يا استاذ في تعامد. ليه؟ كيف عرفنا ان في تعامد؟ لان في زوايا قائمه. طب ايه هي الاضلاع المتعامده؟ الاضلاع المتعامده هنا يا شباب هذا الضلع هذا عمودي على الضلع هذا، الضلعين اللي هم بيكونوا زاويه قائمه. كمان في تعامد هنا، هذا الضلع عمودي على هذا الضلع. كذلك ايضا في تعامد هنا، هذا الضلع مع هذا اللي هم بيعملوا الزاويه 90 يا شباب، هذا الضلع مع هذا الضلع اللي هو يا شباب دايما بنشوفه في العرضه، يعني حتى يعني العرضه يقول لك في ال 90، 90 اللي هي نقطه التقاء القائم مع العرضه، بيكون في تعامد يا شباب، الزاويه اللي بتكون 90 درجه بيكون في تعامد بين ضلعيها. طيب بنيجي للتوازي، هل في توازي؟ نعم في توازي، هذا الضلع ايضا يوازي الضلع المقابل ليه، وكذلك هذا الضلع بيوازي الضلع المقابل ليه. يعني هذا الشكل يا شباب به تطابق وبه تعامد وبه توازي. طبعا نعرف ان هذا الشكل، الشكل هذا يا شباب يا مستطيل يا مربع. طب ايه اللي يحدد يا استاذ؟ يعني بالتقريب كده هو قد يكون مربع، لكن الاطوال لو وضعت الاطوال هي اللي بتحدد لنا هذا الشكل مربع او مستطيل. يعني هو قريب من المربع الى بعض الشيء، لكن ما نقدر نتاكد هل هو مربع او مستطيل الا اذا وضعت الاطوال. لو الأطوال كلها نفس الطول بنقول طبعا إن هو مربع، لكن لو الأطوال مختلفة بيكون مستطيل.
نذهب إلى الشكل الرابع. طيب هنا في تطابق؟ لا، ما احنا شايفين أي تطابق، يعني هذا الضلع ما بيطابق المقابل ليه، واضح إن الضلع اللي تحت أكبر. كذلك الضلعين دول يعني ما نشوف فيهم إيه يا شباب؟ ما في تطابق. طيب هل في تعامد؟ لا، ما في تعامد أيضا، لأن ما في زوايا قائمة، الزوايا كلها يا حادة يا منفرجة. طيب هل في توازي؟ نعم، هذا بس الضلع بيوازي هذا الضلع المقابل ليه، والشكل ده يا شباب اللي هو شبه المنحرف، قلنا بيكون في خاصية واحدة فقط اللي هو ضلعان فقط متوازيان. بعد ذلك نذهب إلى تمرين آخر، فبيقول أوجد عدد الزوايا الحادة في كل شكل رباعي مما يأتي. طبعا كلنا نعلم الزوايا الحادة يا شباب اللي هي بتكون قياسها أقل من 90 درجة. طيب تعالوا في هذا الشكل، هذه الزاوية يا شباب حادة ولا منفرجة ولا قائمة؟ طبعا منفرجة لأنها أكبر من 90. هذه الزاوية أيضا منفرجة. طب هذه الزاوية، هذه حادة، إذن في زاوية حادة هنا، وهذه الزاوية أيضا حادة. يبقى إذن هنا يا شباب في كام زاوية حادة؟ في زاويتين. طيب نيجي للشكل الآخر، هذه الزاوية نعم حادة. طيب وهذه الزاوية لا، هذه منفرجة. طيب وهذه منفرجة، هذه حادة. إذن في أيضا إيه يا شباب؟ في هنا زاويتين حادتين. طيب نيجي بعد كده لهذا الشكل، طبعا هذه الزاوية قائمة وهذه قائمة، هذه الزاوية إيه؟ هذه الزاوية حادة نعم، لكن هذه الزاوية منفرجة، وبالتالي هنا في زاوية واحدة بس هي اللي إيه؟ زاوية حادة. تمرين آخر، هنا يا شباب في الشكل ده نمر على الزوايا كده، طبعا الزاوية دي حادة، الزاوية دي منفرجة، هذه أيضا منفرجة، وكذلك الزاوية دي حادة، يعني هنا في زاويتين حادتين. لا هنا يا شباب، هنا معذرة، هو طلب الزوايا المنفرجة، طلب الزوايا المنفرجة، نرجع تاني نحدد الزوايا المنفرجة. الزوايا المنفرجة يا شباب، طبعا هنا زاوية حادة، لا هنا زاوية منفرجة، وهنا أيضا زاوية أخرى منفرجة، وهذه زاوية حادة، يعني في زاويتين منفرجتين. طيب نيجي للشكل الآخر، هنا زاوية قائمة، زاوية قائمة، هنا زاوية منفرجة، هنا زاوية حادة، وبالتالي في زاوية واحدة بس هي المنفرجة. طيب نيجي للشكل الأخير، طبعا واضح إن الزوايا كلها قائمة، وبالتالي لا يوجد أي زاوية منفرجة، يعني إيه يا شباب؟ يعني صفر. صفر يعني إيه؟ يعني لا توجد زوايا منفرجة ولا حتى زوايا حادة، كل زوايا قائمة. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، تعرفنا على الأشكال الرباعية، تعرفنا خصائص الأشكال الرباعية، وتعرفنا أيضا كيف نصف الأشكال الرباعية من حيث التطابق والتعامد والتوازي، وكذلك أيضا من حيث الزوايا الحادة والزوايا المنفرجة والزوايا القائمة. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، أتمنى تكونوا استفدتم منه، وإن شاء الله نلتقي بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.